إلى موضوع آخر، حيث عرفت محطة نقل المسافرين باب القنطرة بقسنطينة حركة احتجاجية تسببت في عرقلة السير بعدما شلت نحو 60 حافلة للنقل الحضري العاملة بخط القماص وسط المدينة وكذا خط باب القنطرة زيغود يوسف. المحتجون دخلوا في إضراب عن العمل دام أكثر من أسبوع رافعين جملة من المطالب على رأسها تنظيم الخطوط ووضع حد لمزاحمة تقول سيارات الفرود. عبد الجليل حنديس عدا بالتالي. نطلبوا منهم ينحيوا لنا دي فرود، عطاونا وعود من قبل وما كانش، وقعدنا لمدة 9 أيام وحنا رانا في هذه الطريقة هذه وما كان حتى حل. هذا ما كان لي فروض راهم خارج لا ولاية، ما يحترموش نقاط التوقف، خلاص في أي اللي يزيدوا يحبسوا، ما قدرنا يخدموا معنا النقل الحضري، ما قدرناش نخدموا معاهم خلاص. هذه حنا يومين، البارح واليوم. البارح من زيغود انت، البارح توصلت حتى انه الحافله تاع زيغود وين البلاصه تاعها يطبق عليه القانون، واللي ما عندوش الخط يخدم نورمال قدامه، نورمال يخدم يحبس هنا في السانسور الدائري في باب القنطراري، مين يحب يخدم يخدم بلا وقت يخدم بر. في شأن المغاير، تحدي كبير يواجه صغار منتجي اللحوم البيضاء في العديد من بلدية ولاية ميلا، خاصة أن أي منها التي تفتقر للعديد من الضروريات كما هو الشأن بالنسبة للكهرباء. سفيان بعون والتفاصيل. بهذا المحرك الكهربائي يشتغل صغار منتجي اللحوم البيضاء في ميلا، وهو ما أحبطهم ويثبط إرادة توسعة النشاط خاصة بالمناطق التي تفتقر للتغطية الكهربائية اللازمة مع الحاجة الماسة لتحضير الدجاج للمستهلك في ظروف صحية. المشكل تاع التريسيتي تسمى باه تخدم دركا، رانا نخدموا بالجروب كيما نقولوا بالدارجة، تسمى الشغل يستكل بالك بزاف، تسمى كيما داك في النهار كيعود الغيم ولا هكا تجي الحية شوية مظلمة والجاج يشتدوا هكا، تسمى ما احنا تسمى البروبليم غير في التريسيتي. التهاب اسعار الاعلاف يقاسمه مختلف المنتجين والمربين، خاصة بالنسبة للقيمة المالية التي عرفت في السوق المحلية للكتاكيت. كان العلف يدير 400 450، العام تاع السنة راهو يدير 540، صافي يدير احنا ما كيما يقولوا ما كي تخدم هكذا بالسومه هذه زايده. لك الفلوس كان يدير 3500، درك راه يدير 8000، درك بارابور بالعام تاع بارابور العام اللي فات والعام هذا كاين لا ديفيرونس كبيره شويه، درك الفلوس تجيبو تا 8000 وتخسر عليه العلف وقت تعرف درك الوقوف معاه منا. فاستدراك وضعية صغار المربين لدجاج يستلزم أن يشكل الأولوية للمسؤولين من خلال ضبط رزنامة وضعيتهم ومعالجتها. دعا حقوقيون وقضاة سابقين على هامش الملتقى الوطني للوسطاء القضائيين المنعقد ببجاية إلى توزيع مهام الوسيط القضائي ليشمل القضايا المرتبطة بالأسرة، لا سيما مسائل الطلاق التي استثناها القانون المنظم لنشاط الوسطاء القضائيين. كما طلب المشاركون مواكبة قانون الصلح لأكثر القضايا المطروحة اليوم بالمحاكم، في مقدمتها الطلاق والنزاعات حول العقار. التغطية لربح صايش. الرئيس الجمهوريه اعلن في 2020 على اصلاح القانون. مسائل الطلاق مثلا فالمشرع استثناها من الوساطه، بحيث انه الوسيط ما عندوش الحق القاضي انه يعين وسيط في مسائل الاسره خاصه في مسائل الطلاق. اذا من اجل هذا ماذا بينا احنا ان شاء الله المشرع الجزائري يعمم نظام الوساطه على مسائل الاسره كذلك خاصه في مسائل الطلاق. ما كانش وعي من قبل المتخاصمين وما كانش حافز جديد من 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 الدفاع ولا من كذا للاستجابه الى عرض القاضي للوساطه. الان وصلنا الى مرحله بعد تكوين الوساطه القضائيين رايحين لمرحله جديده اللي راح كنا خضناها، هي اطلاع الناس على الوساطه. احتفل أمن ولاية عين تيموشنت باليوم العالمي للشرطة، حيث تم تقليد الرتب لأكثر من 20 شرطيا من مختلف الرتب وتكريم أعوان الشرطة وكذا متقاعدي جهاز الأمن. كامل بعز عبيد رصد التالي. استفادت هذه السنة أمن ولاية عين تيموشنت 20
ترقية استثنائية من مختلف الرتب لفائدة أفراد الشرطة من لأمن الولاية، كما كانت المناسبة كذلك سعيدة لتكريم أفراد الشرطة الجديرين من الناحية المهنية وأفراد الشرطة المحالين على التقاعد نظير ما قدمهم طيلة مسارهم المهني من مجهودات.